انطلاقا من الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في دعم الجانب اليمني في الجوانب الخدمية والطاقة، وصلت إلى مدينة المكلا الدفعة الأولى من المنحة السعودية، ودشن محافظ حضرموت عملية تفريغ الشحنة الأولى من منحة المشتقات النفطية الجديدة المقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة للمحطات الكهربائية في بلادنا البالغ تكلفتها 200 مليون دولار. وتشمل الدفعة الأولى تزويد محافظة حضرموت ب 13,000 طن متري من مادة المازوت و 8,000 طن متري من مادة الديسل، مخصصة لمحطات كهرباء حضرموت. وأعرب المحافظ عن شكر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم في توفير الوقود للمحطات الكهربائية الذي من شأنه أن يحسن الخدمة الكهربائية على مستوى المحافظة. نثمن الدعم للمملكة العربية السعودية لأشقائنا في المملكة العربية السعودية، دعم متواصل، دعم مستمر، دعم شامل في كافة الاتجاهات. نكن كل الود والاحترام والمحبة والإجلال للمملكة العربية السعودية، ويأتي هذا اليوم الدعم في مجال المشتقات النفطية من ضمن سلسلة الدعم المتواصل للمملكة العربية السعودية، وفي إطار التنسيق بين حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية للرفع من مستوى قطاعات الخدمات، من مستوى قطاعات الاقتصاد بشكل عام. وتكمن أهمية هذه المنحة في سد النواقص من الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وتساهم المنحة النفطية في توفير الطاقة وتعزيز جهود تطبيع الحياة والعمل على إنعاش الوضع الاقتصادي والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل ضعف البنية التحتية لمنظومة الكهرباء في المكلا التي تتحسن مؤقتا في فصل الشتاء لكنها تنهار تماما في فصل الصيف، ليعاني المواطنين جحيم حرارة الطقس الشديد مع جحيم انهيار منظومة الكهرباء. في توفير وقود الكهرباء من مادتي المازوت والديزل البالغة كميتها 8,000 طن من مادة الديزل و 13,000 طن من مادة المازوت، الذي سيساعد في تخفيف الأعباء على المواطنين من المعاناة من انقطاع التيارات الكهربائية. ثم بيكون الجزء الثاني اللي هو المشكلة المشتقات النفطية، وهذا إن شاء الله متأمنين إحنا خير بإذن الله باستمرار المنحة بإذن الله والدعم من الأشقاء في السعودية إن شاء الله من جميع دول التحالف عشان المشتقات النفطية، لأن هذه تعاني منها جميع المحافظات في الجمهورية وليست محافظة حضرموت. إحنا في التزامات طبعا مقابل المنحة، ونحن بالنسبة لحضرموت طبعا نتكلم نحن الحمد لله ملتزمين فيها بشروط الملحة، وبدأنا طبعا فيها شروط توريد وإيرادات هذه خاصة بالملحة الكهرباء، ونحن الحمد لله ملتزمين فيها كمحافظ حضرموت تكلم أنا بالنسبة لحضرموت. وأشاد المحافظ بجهود البرنامج السعودي لإعادة أعمال وتنمية اليمن في تقديم الدعم في جميع المجالات الخدمية والإنسانية، شاكرا جهود قيادة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في ترجمة وصول المنحة إلى المكلا. عماد العامري لقناة سهيل الفضاء من مدينة المكلا.